السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش تربط حساب الأدسنس مع حساب البنكي في بنك البدر في لحاول التنمية باش تقدر تسحب الأرباح بالعملة الأورو. ندخل إلى حساب الأدسنس، هذا هو الحساب الأدسنس. عندنا تقريبا 400 أورو نحولوه إلى حساب البنكي. من بعد جديد تضغط على 3 شرطات، ومن بعد تضغط على دفعات، معلومة الدفع. هنا يعطيني زوج خيارات، يعطيني الأرباح نتاع المدونة والأرباح نتاع اليوتيوب. نجي هنا يتكليكي ومن بعد أضغط على اليوتيوب باش تقدر تحول الأرباح. لازم تكون عندك 70 أورو باش تقدر تحولهم. ومن بعد تضغط على إدارة طريقة الدفع، ومن بعد تضغط على إضافة طريقة الدفع. هنا يعطيك زوج خيارات، الخيار الأول إضافة تفاصيل جديدة تحويل إلكتروني، وخانة الثانية إضافة تفاصيل جديدة شيكات. هنا واش نديرو؟ نضغط الأولى تحويل إلكتروني. هنا لازم تعمل معلومات، لازم تكون معلومات صحيحة. الأولى دير الاسم خاصة بك، سبيل المثال هثام محمد الحبيب الشاهد، ومن بعد تنسخ الاسم الكامل، ومن بعد دير لصق. هنا يدير اسم البنك، بنك الفلاحة والتنمية، تجدون في وقت الريب، وكذلك رقم سويفت أو الكود سويفت تجدون كذلك في وقت الريب، ورقم الحساب يتكون من 20 رقم. ومن بعد دير اللصق تكوبيه، ومن بعد قبل ما دير حفظ تفيريفي المعلومات. ومن بعد واش دير؟ تضغط على ضبط كل الطريقة الأساسية، كليك عليها ودير حفظ. دير حفظ تجيني بهذه الطريقة، وهي أساسية معناها تم إضافة حساب البنكي في حساب الأدسنس. المدة أو تاريخ التحويل من أدسنس إلى حساب بنكي عندك من 21 من كل شهر، والتحويل من يوتيوب الأدسنس عندك من 7 حتى 10 من كل شهر. مهم، أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وخاصة تفعيل الجرس. يسكوكو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.